أسوأ طعام يجيب لك الأعراض والأمراض والخلايا السرطانية. عندك الأعراض والأمراض والخلايا السرطانية هذه شلون تنبني بجسمك؟ إذا في التهاب. يعني شنو؟ طول ما جسمك فيه التهابات هني الخلايا اللي مو زينة تطلع والأعراض والأمراض. ما كل التهاب ما في لا خلايا سرطانية ولا أعراض والأمراض. نسمع إحنا البيبسي يسبب سرطان وما أدري شنو، ممكن ولكن على المدى البعيد السكريات ممكن، ولكن في واحد أسوأ منهم هذا يترس جسمك كل التهابات. تي شنو؟ اسمع الصدمة، مو السكر، ها في شيء أقوى، الخبز. الخبز إيه نعم، الخبز فيه الجلوتين، داخل فيه بروتين اسمه جلوتين. الجسم ما يمتصه، ما يمتصه الجسم، فيه قاعد بالأمعاء يشنج الأمعاء ويسوي التهابات. هذا الجلوتين ما يأثر بالصغار، ليش؟ لأن أمعاءهم قوية، ولكن أنت كبير أمعاءك ونفس قبل، فيه قاعد ببطنك يسبب الالتهابات. زائد فيه شيء اسمه فايتك أسد يمص حمض المعدة، سم قاعد ناكل إحنا سم. ما تشوف إذا كليت بيتزا أو عجين. وبعض المركبات اللي يحطون فيها الخبز نفسي يحطون فيه شيء اسمه برومين، هذا شنو يسوي؟ هو اللي يطفخ الخبز يخليه شكلها تلمع، وغير قلنا الفايتك أسد وغير الجلوتين. هذه كلها الجسم ما يقدر يمتصها، التعب الجسم. بعطيك اختبار، أبيك تاكل قطعة بروتين بروحه من غير كرب، تكرم تقضي الحاجة، سهل الموضوع ويطلع شيء صغير. دقة خبز إيراني، دقة بيتزا، عجين روح، شنو راح ينزل؟ بوالي الهوامير سبيطي عرق، اشتر التكييف حطه بالحمام، مطولين عرف جسم ما يمتصه. راح تشوف الاكل اللي كليته هو نفسه طلع، بس طبعا على شكل ثاني يعني وانت بكرامه. فالقصد اللي بوصل لك اياه انه في بعض الأغذية انت شوفها، انت كليت صح؟ رحت تكرم الحمام، شفت ماكو خروج، شيء بسيط. يعني شنو معنى؟ خل اقول لكم سالفه واقعيه، منو سامعها؟ جوجل، يوتيوب؟ لا، امي الله يرحمها كانت تاكل خبز ايراني تموت عليه، ولكن شنو كان اللي قاعد يفيدها؟ هو مضر ولكن مو قاعد ياثر عليها وايد. ليش؟ لانها كانت تتحرك، كانت تجيبنا من المدرسه وتجيب اخوي وتجيب اختي، كلها مشي. كان بيتنا يعني بعيد عن المدرسه، يحتاج سياره، ولكن هي كلها تحب تمشي. بعدين خلاص كبرت ما قامت تمشي، وظلت على اكلها نفسه خبز ايراني. اول شيء صار فيها جلطه، حلو، ضيق بالشرايين، جلطه. بعدين شنو ورا الجلطه؟ يعني في ضيق بالشرايين، يعني الدم مو قاعد يوصل حق الايد، ممكن حق الجهه العلويه ممكن، ولكن الاطراف البعيده ما يوصل لها. شو راح يصير مره ثانيه؟ هذا طبيعي، قرقرينه، ترويه، ماكو اكسجين عند الريل. بس الريل تحتاج بس بكتيريا، تحتاج مثلا بس فطريات او فبعدها صار بريلها غرغرينه، ساعتها وضبطت الريل. دش اليوتيوب اكتب بضاري 15 يوم، قايل لكم السالفه وشلون عالجت امي وشلون عالجت الغرغرينه، وايد شغلات وايد راح تفيدكم. فاللي بوصل لكم اياه، اذا انت قاعد ما تتحرك وخر عن الخبز، قنبله موقوته. امس قاعد اسولف حق صاحبي، كان يقول لي ما شاء الله العمال اللي يشتغلون الايرانيين، الله يحفظهم، السوريين الله يحفظهم، والباجي امورهم طيبه. صح، شنو قاعد يسوي؟ قاعد يتحرك، قاعد يشتغل من الصبح للظهر وبمجهود مو طبيعي. يا جماعه شفت انت لما تتحرك شنو الفكره؟ شوف لما انت تتحرك الامعاء تتحرك معاك. اكل وتمشى، بالضبط، اكل ولا تمشى، قاعد اكل اكل تمشى، قر راح يتحرك. اصلا لو فيك امساك انت بطنك ماسك امش، بس راح تحس انه ها والله كانك تبي تروح الحمام. ليش؟ لان اثناء المشي انا خذيت دوره بالرفلكسولوجي، دشيت الدوره وتعلمت، خذيت شهاده. شنو الرفلكسولوجي؟ الرفلكسولوجي عباره عن، شفت قاعه الريل من تحت، ساعات لما تدش النت اكتب مثلا طب الصيني او شيء، يحطوا لك قاعه ريل فيها اعضاء تحت، راح تلقى القلب هني، الرئتين من فوق، عمود الفقري. هذا شنو؟ هل اعضائك يعني تحت؟ لا، كل اعصابك متصله باعضاء جسمك كلهم، الاعضاء اللي تحت. عشان شي يقول لك دائما تمشى، يعني مثلا نفترض عندي البنكرياس ضعيف لكن انا قاعد زين، بقوي لازم ازود له دم اكسجين، فلما اضغط على قاعه الريل قاعد على العصب اكثر اللي يوصل مثلا دم بكفاءه اكثر، هني راح يصير العضو 100%. عرفتوا الفكره شلون؟ بالايد بس بالريل اكثر، واضح؟ بس خلونا نكون واقعيين ولا ندش جو ونقص على روحنا. ما في علاج
والله علاج شو اسمه ضعف النظر من قاعة الريل او بالايد، لا قلت لكم الفكرة ان احنا يعني نهيج العضو اكثر، ندز له دم اكثر، ولكن مو علاج. والله اذا انت مثلا فيك مرض القلب سوي كذي، اذا متوتر سوي كذي، وين شنو سوي كذي، لا 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 او اضغط كذي، لا كلها علاجات مساعدة، علاجات مساعدة ولكن ما فيها شفاء. مستحيل مستحيل، كان الشركات سكرت، لا فيتامينات لا معادن، يمكن ما ناكل بس نضغط بريولنا ونصير زينين، عرفت شلون؟ فكل الاشياء اللي انتم تشوفونهم هذه اشياء تحفيزيه تحفز العضو، ولكن العضو لا، يحتاج برنامج، يحتاج نظام صحي، فيتامينات معادن، عرفتوا؟ ماكو شيء اسمه علاج تام من ضغطه معينه بالانف، ضغطه هني ضغطه هني، لا حد يقص عليكم. الدورات هذه كلها انا داشها وكلها انا عارفها. يا جماعه سمعوا السالفه، قبل كم سنه